شيخ أحمد الغفيلي، أنا دائما سعيدة وأبرز بنفسي لما أكون متواجدة في مكان حضرتك بكل ما شاء الله حضورك وبيتك ما شاء الله وأحبابك كلهم كثار، فحتى ما خلوني بسرعة أني أسوي لقاء معك. حبيبي مساء الخير. مساء النور. مساء النور إعلاميتنا المتميزة، والصراحة في كل ما حضرت في مكان تنور يعني. الله يحفظك. اليوم ما شاء الله أنت تكرمت وأيضا أنت كرمت. والله أنا سعيدة، هذه الأخواني المحامين من جميع الدول العربية والدول الخليج أنا أكون معاهم وأشجع المحامين وأشجع كل حد. أنا شكرا لهم على تكريمي، وأنا التكريم اللي كرمتهم يستاهل وأستاهل أكثر يعني. كلمة حابة توجهها لهم، نصيحة؟ والله أنا أقول هالتكاتف هالشيء حلو، والتجمعات في مكان في خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة ما شاء الله ما التنظيم معهم جيد ممتاز، ويرحبوا بكلم جميع الناس وبارك الله فيهم. وشكرا لكم جميعا. آمين. يعني شكرا لكم. آمين. شكرا لكم. بدخل الدكتور عادل. دكتور عادل انا بدخلك داخل الكادر. كلمه للدكتور عادل. والله الدكتور هذا بدون جمعنا اليوم ما يبقى حد عنه كلام، هذا لو كلمنا عنه مهما كان ما شاء الله جامع يعني جميع الناس جميع الدول العربيه والدول يعني جميع الدول العالم يعني ما شاء الله، واللي شعبيه كبيره يا شعبيه، وتنظيم اليوم ممتاز، وكل ما سوى هو سوى تنظيم ممتاز اكثر احسن واحسن دائما يذكرنا ما شاء الله. ما شاء الله عليه. والله هو اخ أب وأخو كبير وكل شيء. والله الله يعني الله الله. أنا الناس الجيدين اللي مثل الشيخ أحمد أبداً ما أنساهم، ودائماً نتواصل كل يوم، نتواصل كل يوم سبحان الله. الله يحفظكم. بهالمناسبة اسمحوا لي أستثمر أن جاي شهر رمضان وكل عام وأنت بخير، يمكن ما أشوفكم قبل رمضان. يا الله أنت كل بخير وشكراً لك. أنت إعلاميتي متميزة ما شاء الله عليك، منورة منورة. شكراً لك. مع بزوغ فجر كل يوم تكشف الحياة عن ملامح جمالها في اتساع ملامح الأمل باستشراف بوارق المستقبل الواعد والمتميز بالإبداع والابتكار، وفي زاوية على طريق ذلك المستقبل حيث أنا الآن في مؤتمر التحالف الدولي للمحاميين بلندن.